فلاش سبور. صباح النور، أجمل تحية لكل أوفياء الإذاعة الوطنية. البداية بأخبار تصفية كأس أفريقيا للأمم 2025 ومباراة البارح دارت في تونس، مباراة تهم المنتخب الوطني التونسي ضمن منافسات المجموعة الأولى. تعادل منتخب مدغشقر مع جزر القمر بهدف مقابل هدف، هذا ما يخلي المنتخب الوطني التونسي يحافظ طبعا دائما على الصدارة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعد زوز انتصارات في زوز مباريات. منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنقطتين، ثم منتخب غامبيا ومدغشقر لكل منتخب نقطة بعد تعادل وهزيمة. الجولة القادمة المنتخب الوطني التونسي سيواجه منتخب جزر القمر. المباريات بالنسبة للجولة الثالثة والجولة الأولى إياب بالنسبة للمجموعات ستكون أيام 11 و15 أكتوبر القادمين. بقية النتائج بالنسبة لهذه الجولة الثانية التي تتواصل أيضا اليوم مبارياتها. البارح منتخب غينيا الاستوائية تعادل مع الطوق 2-2، وروجيا أولو لعب الترجي الرياضي التونسي كان سجل الهدف الثاني لفريقه لمنتخب الطوغو. منتخب المغربي فاز على الليزوتو بهدف مقابل 0. التعادل في مباراة النيجر وغانا هدف مقابل هدف. أنغولا فازت على السودان بهدفين مقابل هدف وحيد. أثيوبيا انقادت للهزيمة أمام جمهورية الكونغو بهدفين مقابل 0. وغندا فازت على الكونغو بهدفين مقابل 0. والسنغال فازت على البوراندي بهدف مقابل 0. اليوم في البرنامج ليبيريا الجزائر، غينيا تنزانيا، ناميبيا كينيا. المباريات هذه الكل انطلاقا من الساعة 5 مساء. بوتسوانا مصر انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. الغابون جمهورية افريقيا الوسطى في 5 مساء. 8 مساء جملة من المباريات، بوركينا فاسو الملاوي، تشاد الكوديفوار، زامبيا سيراليون، بنين ليبيا، والمنتخب الرأس الأخضر يواجه موريتانيا. المنتخب الوطني التونسي أواسط في إطار استعدادات وترابص التحضير بتونس، خاض البارح مباراة ودية على ملعب الشاذ لزويتن ضد المنتخب الجزائري الشقيق، وفاز منتخبنا الوطني التونسي بثلاث أهداف مقابل 0. أهداف ثنائية عمر بن علي وهدف إبراهيم السويسي لمنتخبنا الوطني التونسي للأواسط. تستأنف الأندية التونسية نهاية هذا الأسبوع النشاط على مستوى المسابقات القارية الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي. الترجي بعد الاتفاق مع نادي ديكادا الصومالي على حضور جماهير الترجي في مباراة الذهاب اللي باش يحتضنها ملعب حمادي العقربي بيرادس يوم الأحد 15 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5 مساء. وموافقة أيضا الكاف البارح على حضور الجماهير في هذه المباراة، منح 27500 تذكرة لأحباء الترجي وللجماهير اللي تحب تحضر طبعا هذه المباراة. عملية بيع التذاكر أعلنت عنها الهيئة المديرة للترجي البارح، تنطلق يوم الغد الأربعاء والخميس بالنسبة لأصحاب الاشتراكات، وتتواصل يوم الجمعة والسبت لكافة الأحباء من 10 إلى 5 مساء. الأسعار ستكون 10 و15 و25 و35 دينار. أيضا الملعب التونسي الذي يستعد لخوض مباراة الذهاب بالنسبة للدورة التمهيدية الثاني بالنسبة لمنافسات كأس الاتحاد الإفريقي، منح 28000 تذكرة لأحباء الملعب التونسي لحضور مباراة نهار السبت أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ملعب حمادي العقربي بيرادس. مباراة الذهاب كما قلت بين الفريقين، و1500 تذكرة ستكون من نصيب جماهير الفريق الجزائري اتحاد العاصمة في هذه المباراة. في بقية أخبار الأندية، النادي الرياضي الصفاقسي تعاقد البارح مع صالح الحرابي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. في آخر أخبار القوافل الرياضية بقفصة، صرف النظر عن انتداب اللاعب الياباني مقابل الاتفاق رسميا مع الحارس رامي جريدي 39 سنة لتدعيم صفوف الفريق في صفقة انتقال حر. رامي جريدي سيلتحق بالمجموعة مع التمارين انطلاقا من اليوم. من كرة القدم إلى كرة اليد، قاعة خواجة بالمهدية البارح احتضنت منافسات الجولة الأولى بالنسبة للبطولة الإفريقية للأواسط لكرة اليد التي تحتضنها بلادنا. الجولة الأولى التي كانت نتائجها على النحو التالي، فوز المنتخب الوطني التونسي على المنتخب الليبي 31-21، مصر على مالي 45-18، وفوز الجزائر على رواندا 38-35، والمنتخب المغربي فاز على غينيا 37-26. اليوم
الموعد مع لقاءات الجولة الثانية بالنسبة لهذه البطولة الإفريقية للأواسط. المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من الساعة 6 مساء يواجه رواندا، أيضا في نفس التوقيت ليبيا تواجه الجزائر، غينيا مصر 4 متاع العشية، ومالي تواجه المغرب. الجامعة التونسية لكرة اليد تعلن عن موعد مباريات الجولة الثانية بالنسبة لبطولة النخبة، المباريات المؤجلة التي لم تلعب نهاية الأسبوع المنقضي بسبب طبعا الالتزامات مع تنظيم هذه البطولة الإفريقية للأواسط لكرة اليد. المباريات باش تكون نهار 14 سبتمبر وفقا للبرنامج التالي: بعث بن خيار نادي سقية الزيت، مكارم المهدية نادي كرة اليد بجمال، والنجم الساحلي هلال مساكن. كرة المضرب، بطولة ودورة الياسمين الدولية للسيدات اللي تحتضنها المونستير من فئة 250 نقطة، هزيمة التونسية شيراز البشري البارح أمام الفرنسية ديانا باري بمجموعتين مقابل صفر، تفاصيلها 6-3-6 مقابل صفر. في البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية التي احتضنتها شواطئ الحمامات وتونس، المنتخب العماني هو صاحب اللقب في النسخة 29 على مستوى الرجال بعد فوزه على المنتخب الليبي في الدور النهائي بشوطين مقابل شوط وحيد، وقطر هي صاحبة المركز الثالث بعد الفوز في المباراة الترتيبية على السعودية بشوطين مقابل صفر. في السيدات المنتخب المغربي يفوز بلقب البطولة العربية في نسختها 19 بالنسبة للسيدات بعد الانتصار على لبنان، وفي المباراة الترتيبية المنتخب الأردني يفوز على المنتخب الوطني التونسي بشوطين مقابل صفر. كرة القدم في العالم وفي الملاعب الأوروبية، دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، البارح منتخب الكوسوفو فاز على قبرص 4-0 مقابل صفر. فرنسا تداركت الأمور بعد الهزيمة الفارطة في الجولة الأولى أمام المنتخب الإيطالي في المباراة الافتتاحية، والمنتخب الفرنسي فاز البارح على بلجيكا بهدفين مقابل صفر. رومانيا فازت على ليتوانيا 3-1، النرويج فازت على النمسا 2-1، تركيا على إيسلندا 3-1، والمنتخب السلوفيني فاز على كازاخستان ب3-0. اليوم في البرنامج انجلترا تواجه فنلندا، ايرلندا اليونان، وتشيك تواجه اوكرانيا، ومباراة القمة 8:15 بتوقيت تونس ستجمع منتخب هولندا بالمانيا. ختام جولتنا في فلاش سبور بمباريات أيضا هذا المساء بالنسبة لتصفية كأس العالم الخاصة بمنطقة أمريكا الجنوبية، 9:30 مساء كولومبيا تواجه الأرجنتين، في 10 مساء الإكواتور البيرو، في 11 مساء فنزويلا الأوروغواي، وفي 1:30 صباحا باراغواي تستضيف البرازيل. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.